المزيد من المتاعب يواجه البعثة الأممية في سوريا، فقد تعرض موكب تابع لها لهجوم يوم الثلاثاء في خان شيخون المحاصرة، عندما انفجرت عبوة ناسفة بقافلته. ويظهر الفيديو الذي التقطه ناشطون لحظة التفجير والفوضى التي حلت بالمكان. كل هذا حدث بالتزامن مع مذبحة في ذات البلدة وفقا لناشطين في المعارضة. ويظهر في هذا الفيديو متظاهرون مناوئون للنظام يرددون شعارات مناهضة للحكومة، بينما كان الجنود يقفون جانبا، ثم فجأة يبدأ إطلاق النار. نشطاء في المعارضة يقولون إن أكثر من 20 شخصا قتلوا يوم الثلاثاء في محافظة إدلب، وهذه الجنازات كانت هدفا لهجمات متعددة ومتواصلة من قبل قوات النظام التي استخدمت الأسلحة الثقيلة ضدهم. وفي هذا الفيديو يظهر رجل يرتدي زيا عسكريا ويحمل قاذفة RPG ويعلن بفخر عن الأضرار التي لحقت بقوات النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول علاء قطيني، قائد سريد الشهيد وليد النسر، كتيبة الشهداء في منطقة خان شيخون وريفها، في تاريخ 15/5/2012 أثناء زيارة لجنة المراقبين الدوليين لمدينة خان شيخون، قامت قوات الأمن والشبيحة بإطلاق النار العشوائي. قمنا بعونه تعالى تدمير إحدى دبابات النظام، الدبابة T-72. الله أكبر. الأمم المتحدة تقول إن 3 من مركباتها تضررت، بينما لم يصب أي من مراقبيها، ولكن تقطعت بهم السبل بين عشية وضحاها، ووفر مسلحو المعارضة لهم المأوى. وفي صباح اليوم التالي تمكنوا من الخروج والعودة إلى بر الأمان بمساعدة من الحكومة السورية. وليس من الواضح ما إذا كان المراقبون هدفا للهجوم أم لا، ولكن الحادث يثير مزيدا من التساؤلات حول مدى فعالية مهمة المراقبة. ويعتقد الكثيرون أن خطط السلام التي تدعمها الأمم المتحدة محكوم عليها بالفشل. وهناك نحو 200 مراقب في سوريا لم يتمكنوا من منع قوات الأسد من إطلاق النار، وفق ما يؤكده رئيس البعثة عندما وصل إلى دمشق. 10 مراقبين غير مسلحين أو 30 مراقب أو 300 مراقب وحتى 1000 غير مسلحين لن يستطيعوا حل كل المشاكل. وفي الوقت الذي تهدف فيه البعثة الأممية للوصول لاتفاق إلى وقف إطلاق النار، يبدو هذا الهدف الآن بعيد أكثر من أي وقت مضى.